التبوريلا والفانتازيا اليوم عمل تقديم مواسم على شهر مدى شهر كامل رحيم عبد الكريم شكري رئيس بلدية دار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة. كما جرت السنة كل سنة بالمناسبة ديال الذكرى ديال عيد العرش، الذكرى 19 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على 10 أسلافه المنعمين، تنظم جماعة دار بوعزة تحت إشراف إقليم النواصر موسم الفروسية، الفروسية التقليدية. وهذا الموروث لنا واحد الشيء كبير من طرف الأمير مولاي الحسن اللي كيترأس كل ما يتعلق بدار السلام وبالصالون الجديدة. كما تشاهدون الآن كنا ما يزيد على 35 علفة ما بين العلفة، وهذه العلفة هي الصربة. هاد الصربات اليوم الآن درنا واحد إحصائيات تقريبا، كاين من آسفي، كاين من سرحة الصاغنة، من قلعة الصراغنة، كاين من مراكش، كاين من فاس. كما تشاهدون الآن كاين واحد الموروث والأكثرية الشباب، الشباب اللي كيتعاطوا على هذا الموروث مزيان في هذا بالنسبة كل ما يتعلق بالفروسية. وانتم تشاهدون وكنطلبوا الدعم من طرف جميع المصالح اللي كيهم الأمر بالنسبة لهذا الشأن. هذا الخيالة بالنسبة للمكاين، بالنسبة للإنارة كاينة، بالنسبة كما كتشوفوا المحرك راه داك الشيء على أحسن ما يرام. وهذا الشيء اللي كطلب الخيالة كما كطلب الماء، وكاين الماء والضوء وكاين الحبة وكاين البارود. والكمال على الله، ونطلب الله يكون كل شيء بسلام وبسلام، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، معكم الفنان الكوميدي عبد الهادي البنين. فأنا كنتوجه هنا كمشارك، عندي فقرات فنية في هذا الموسم اللي غادي كيتنظم تحت إشراف عمالة إقليم النواصر بمناسبة الذكرى 19 لتربع صاحب جلالة على 10 أسلافه المنعمين. وبهذه المناسبة كنشكر رئيس الجماعة ديال دار بوعزة السيد عبد الكريم شكري على المجهودات اللي كيقوم بها باش ينجح هذا الموسم هذا، وشكرا. معكم الحلبة، مقدم ديال مي الخيل ومذيع ديال هذا الموسم اللي كيكونوا فيه إقليم النواصر. احنا كنتوجهوا الان في المهرجان ديال دار بوعزة المنظم من طرف عمالة إقليم النواصر بتعاون مع جماعة ترابية دار بوعزة. فاليوم الافتتاحي، اليوم الجمعة هو اليوم الافتتاحي، فمرحبا بالأحداث المغربية في هذا الموسم. هذا تسير الموسم من بدايته إلى نهايته، يعني تسير العلفات المشاركة في الموسم. هذاك هو اللغز اللي كيعني بأن هذيك القرصة اللي قرصة هذاك المقدم راه مزيانة ديال دقو ودقو. فريسة مغربية تنتمي للسربات بن معاش والمقدم كمال الصباح. شرف لنا بأننا كنتواجدوا في هذا المهرجان، وكنوجهوا الشكر للناس المنظمين هذا المهرجان. نشكر الناس اللي كينظموا المهرجانات وبالأخص هذا المهرجان هذا. سبق لي بأنني شاركت في المهرجان ديال سيد رحال، دار الضمانة، سيدي مسعود، يعني مناطق هنايا في الدار البيضاء. وإن شاء الله بهذا النداء الفارسات يتشجعوا ويركبوا ويزودوا الأمام إن شاء الله. هذا هو السنة الثالثة ديالي للركوب في تبوريضة. هذه هواية، يعني هواية جات أبا عن جد موروث، ويعني شرف لي بأنني نمارس هذه الهواية هذه.